طلب لي فجأة وإدارة السجن استدعتني. ليه؟ هي عرفت الدعوة وما وصلتوش؟ بالراحة عليا يا ست هانم، عرضت الدعوة ووصلته، والراجل ما هوش مستني لا قضايا ولا محاكم ولا جلسات، هو هيطلق فورا. صحيح؟ هيطلق بجد؟ أيوة، بس أكيد ليه شروط. شروط إيه؟ عايزها تبريد؟ مستعدة، لا عايزة منه نفقة ولا مؤخر ولا... يا جماعة يا جماعة اديني فرصة أكمل كلامي، الراجل ما اتكلمش في الموضوع ده نهائي، شرطه الوحيد إن حضرتك تتطلقي في السجن قدامه. طلاق إيه اللي في السجن ده؟ لا يا أستاذ يفتح الله، لو كان عايز يطلق فورا زي أنت ما بتقول يطلق ويبعت لها ورقتها من السجن، مش عاوز يتفلق. عندنا المحكمة وهناخد الحكم من أول جلسة. لحظة بس ده هنا، عشان المحكمة تحكم المسألة مش بالسهولة والبساطة اللي أنت متخيلها دي، أكيد المسألة هتاخد وقت طويل. أنا سألت الأستاذ كندر المحامي، قال لي لو الزوج واخد حكمه بمدة طويلة المحكمة بتطلق من أول جلسة. الكلام ده يا مدام مديحة لو الحكم نهائي، وعلى ما أعتقد إن السيد عنده فرصة للاستئناف وللنقض. هو من حقه النقض بس، ودي مسألة هتاخد وقت، وساعتها بس بيبقى الحكم نهائي والمحكمة ممكن تطلق. يعني إيه؟ مفيش حل تاني؟ للأسف لا. دخل سيد يا صبري. هاتوا يا ميك. ابدأ إجراءاتك يا مولانا. لحظة يا جاب المأمور، في كلمتين بيني وبين مديحة لوحدنا. احنا ما اتفقناش على كده، وبعدين مفيش حاجة بيني وما بينك ممكن نقولها. يبقى بعد إذنك يا جاب المأمور أرجع العنبر تاني. اصبر يا سيد. إيه يا مدام مديحة؟ أفتكر ده من حق؟ بدون شك. وأفتكر يعني إن السيد ما عندوش النية إنه يأذيكي أو يضايقك، وبعدين في حارس هيفضل واقف على الباب والباب هيفضل مفتوح، واحنا قاعدين في مكتبي، لما تخلصوا ابعتوا لنا. اتفضلوا. هو مين يا مديحة؟ تقصد ايه؟ مين اللي تخن دماغك وحرادك يا مديحة؟ مفيش حد يا سيد، وبعدين ما تعقدش الامور، الحكاية أبسط من كده. أنا ما أقدرش أقعد لوحدي وما عنديش دخل أستناك 10 سنين من غير مورد، وزارة التربية هتفصلك. أروح لأختك أقول لها اصرفي عليا وعلى اللي في بطني. وهتعمل إيه لما تطلقي؟ على الأقل هبقى خالية وهيبقى عندي فرصة إن حد يتقدم لي. طب ما تستني لما تلاقي عريس وبعدين تطلقي. مين ده اللي هيتقدم لوحدها؟ جوزها في السجن. عاوزة تخلي الطريق بدري بدري. أحسن ما تبهدل يا سيد. ده أنت ما استنيتيش لغاية ما تولدي. والانتظار معناه إيه؟ معناه إنك لسه عندك شوية أحاسيس ومشاعر لجوزك وحبيبك سيد الروسي. معناه إنك بتطلقي غصب عنك وعلى حبة عينك. معناه إن عندك شوية إحساس ولو صغيرين بالذنب، لانك انت اللي رميتيني الرميه السودة دي في السجن. معناها انك لسه عندك شويه حياة، بيقولوا انك انت بنت ناس ومن اصل طيب. كفايه اهانه اكتر من كده، انا مش هقدر اهد. انا هستنى حكم المحكمه. لا، ما تستنيش المحكمه، انت ما تستاهليش تقعدي على ذمتي دقيقه واحده بعد كده. انت طالق بالتلاته يا مديحه. وتم الطلاق النهارده بالفعل. والله برافو عليه، اتصرف بكرامة ورجولة. منها لله بقى. وانتي زعلانة ليه يا سناء؟ زعلانة على شبابه وعمره ومستقبله اللي ضيعته، واحدة ما تستاهلش كفر. يلا اهي راحت لحالها يا هاني. بعد ايه؟ بعد ما دمرته. اللي حصل حصل يا سناء، لازم نتقبله ونتعامل معاه كأمر واقع. عين العقل يا حافظ الضابط. استاذ عوض، حضرتك اتصلت بينا وطلبت مننا اننا نفوت عليك بخصوص مسألة مهمة، يا ترى ايه هي؟ في الحقيقة انا معايا رسالتين من الاستاذ سيد، واحدة شفهية والتانية مكتوبة، والمكتوبة دي لمدام سناء. اتفضل يا فندم. والشفهية؟ الشفهية لحضراتكم انتوا الاتنين، بيقول لحضرة الضابط مصحوب بالسلامة وربنا يوفقك في الاسر
بيوصيك على مدام سناء وبيطلب من حضرتك يا هانم انك ما تحاوليش تزوريه مرة تانية في السجن. طول ما انا في السجن وطول ما ليا ابن او بنت براه في حضن ام غدارة هتفضل الصفحة القديمة هي الصفحة الوحيدة اللي حكماني وما اقدرش اقطعها، وحافضل كمان اسير غلطة سخيفة ملهاش معنى وقعت في حفرتها علشان دنيتي تبقى ظلام واحلامي تتبدد زي الدخان اللي باقي من نار مطفية. لا لا يا سناء، انا مش بقولك الكلام ده علشان تعيطي، انا عايزك تعتني بنفسك وبجوزك وبولادك، عايزك تبقي قوية علشان في حمل جديد ومسؤولية جديدة لما مديحة تولد، عايزك تعمل المستحيل علشان انت اللي تربيه يا سنسن، او على الاقل تبقي جنبه متابعة اخباره ومرعياه لغاية ما اخرج. بيقولوا سنة السجن 9 أشهر، يعني ممكن اخرج بعد 7 سنين ونص. يا مين يعيش، حقك عليا يا سنسن، اوعدك اني هفضل متمسك بالامل طول ما المولى سبحانه وتعالى مديني عمر. بسيلي ولادك وعشان خاطري لما يسألوك عني قولي لهم أصل خالكم ده كان فنان بوهيمي ملوش انتماء لحاجة، طلق مراته وسافر بلاد الله لخلق الله سايح في الملكوت، لكن مسيره يرجع في يوم من الأيام. مع السلامة يا سلسل. زيزو وريري بيسلموا عليكي وبيقولوا لكم واخدين بالهم مني خالص. أحب أخوك اللي ملوش غيرك في الدنيا سيد الأوصي.